أما مكرمنا التالي فهو من دار زايد، بلد التسامح، بلد اللامستحيل. هو فنان تشكيلي تغنى في لوحاته بجمال بيئة الإمارات وتنوع مصادر الإلهام في ربوعها، لتكون لوحاته قطعاً فنية حملت جمال تراث دولتنا الفتية الإمارات الحبيبة. فنان تشكيلي يعد من الرواد في حركة الفادي الإماراتي. أهلا وسهلا فيك، بدي رحب فيك بكلمتين قبل ما نقدم لك الجائزة. الغني بأصالته وتنوعه، عالم الفن المتميز يجعلنا نتأمل باستغراق كل لوحة من لوحاته وما فيها من ملامح تراثية تجمع بين البحر والنخل وبين الفن المعماري العريق وجمال الحرف العربي بمرونة حركته البديعة الرفيعة. And the Alpha Award goes to عبد القادر الرئيس. عبد القادر الرئيس, a brilliant painter from the United Arab Emirates. Starting his career in Kuwait, عبد القادر exhibitioned his first painting collection in the Fourth Spring Exhibition, winning several prizes at a very young age. Being influenced by the Italian Renaissance painters such as Raphael, Da Vinci, and Rembrandt, عبد القادر discovered his own personal style by working hard and passionately, infusing the Arabic calligraphy into his works and highlighting his roots. Diafa honors عبد القادر الرئيس. ألف مبروك هذا التكريم والاستحقاق ونطلب من حضرتك كلمة، تفضل. السلام عليكم. شكرا لكم وشكرا للضيافة وشكرا لكل من كان سبب استمر في أيام. طبعا الفن كان في بداية الستينات والسبعينات كان صعب إنه واحد يستمر، ولكن الحمد لله يعني حققت بعض الأشياء وفضل سبحانه وتعالى ثم ناس اللي شجعوني. شكرا لكم جميعا. شكرا لك وألف ألف مبروك هذا التكريم اللي فعلا تستحقه. Congratulations, well deserved.